كتشوفوا بطولة رمضان اللي نظمنا الحمد لله دازت في أجواء رائعة، وتنتمناو إن شاء الله كل عام إن شاء الله ننظموها، والحمد لله لمدة 4 سنين دابا الحمد لله وحنا كننجحوا في هذا التنظيم هذا. وتنشكر جميع الجماهير ديال حي الوفاء بمنطقة السبت، وتنشكر جميع جماهير الغفيرة اللي كانت حاضرة البارح هنا في الملعب، وكانت أجواء رائعة، والملعب الحمد لله ملعب لا بأس به، ولكن تنتمناو باش يساعدونا إن شاء الله، وما كرهناش نشوفوا تيرانات إن شاء الله، وباغين نفرحوا الشباب هادو الحمد لله. وتنشوفوا بزاف الحوايج مثلا هنا في حي الوفاء ما كاينينش بزاف الحوايج، ما كاينينش الناس، بغينا الناس باش يديروا فين يتريني بنادم، فين يكونوا واحد اجواء رائعه ومزيانه. دابا المشكل ديال التيران هذا هو انتم كما كتشوفوا تيران عشوائي وما كاينش اللي مقابل، ولكن حنا تنفكروا كل عام ان شاء الله باش نزيدوا لقدام ان شاء الله، وما كرهناش نديروا لي مدرجات من هنا مدرجات من هنا، ونقدروا نردوا ان شاء الله غازو، ولكن تنطلبوا من المسؤولين باش يساعدونا ان شاء الله، وما تنطلبوا منهم والو، تنطلبوا منهم باش يديروا لنا تيرانات مزيانين فيستير، بنادم يجي يبقى يدواج، ما كرهناش يديروا لنا الناس فين يبقاو ترينيو، حنا ولاد السبور وديما حلا لابويز. كانت اجواء رائعه وفرحنا بزاف، ماشي انا، لان هادشي هذا ماشي نديروش لراسي، هادشي هذا تنديروا للجميع، جميع ولاد حلاله، وتنتحي كاملين واحد واحد في هذا المنبر هذا. وتنشكر كاع الزملاء ديالي اللي كانوا مساندينني طول هذا شهر رمضان، واجواء البارح راه كانت رائعه الحمد لله، وراك كما كتشوف راك كلشي شفتو بلا ما نبقى نهضر، راه كلشي باين ان شاء الله. اول حاجه تنهديو هذه البطوله ديال فلسطين، وتنتظموا معاهم، وما كرهناش نكونوا في هذيك البلاد، ما نكذبش عليك، لان هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا راه لا حول ولا قوه الا بالله. واليوم علاش حضرنا اليوم؟ جينا لهنايا باش نهديو الجوائز اللي ربحوا ان شاء الله، وباش تعرفوا واحد القضيه، حنا ما منظمينش على بطوله وحده، منظمين الفئه الصغرى وفرقه حتى بطوله اخرى ديال الفئات الصغرى وعاد الفئه الكبار. وفي خاطر ولدي بلال ان شاء الله نتمنى باش نشوفوا ان شاء الله لاعب كره القدم ان شاء الله كبير، وهذا الشيء ما قدرناش نوصلوا ليه حنايا، ولكن ماشي مشكل الحمد لله، بعدا بدينا تنوجدوا وندعموا الدراري الصغار الحمد لله، والحمد لله ما تدعمنا حتى شي واحد، تندعموا راسنا براسنا الحمد لله. وتنشكر جميع الجماهير ولاد السبت وديما حلاله خويا الزين. كنبغي نوجه واحد التحيه كبيره الطاقم التقني اللي جاو يشوفونا، خويا ايوب اللي جاو يشوفونا، الناس اللي صورونا وعرفونا علاش درنا هذا الشيء هذا. وبغيت نقول لك بلي البارح من الماتش احسن تحيه واحسن شي حاجه، من اللي كان الجمهور بكثره ما قدرناش نفرقوا الجوائز في هذيك الاجواء الرمضانيه، وأذن لنا الاذان وبقينا هنايا، فكرنا قلنا حتى الغداء ان شاء الله وديك الساعات نفرقوا الجوائز ديالنا. نوصلوا هذا الشيء هذا، اهم قضيه عندنا هي القضيه الفلسطينيه، خوتنا احنا ماشي ضد التطبيع، احنا ما بغيناش التطبيع مع الصهاينه، واحتراماتنا لفلسطين من المغرب من قنيطره، وهذا الشيء هذا اللي نقدر نقول لك اخويا. حدو بادره اللي درنا حنايا على ود الشباب باش ما يبقاوش يتعاطاو المخدرات، حنا الاغلبيه ديال الشباب ولاو كيتعاطاو المخدرات بزاف، حنا فكرنا نديروا هاد المبادره هذه من عندنا حنايا، اتفقنا مع الشباب بعضياتنا وقلنا نتوكلوا على الله ونقضوا الشباب من البليه ما نخليوهش، كنشوفوا بزاف دري صغير ولا كيتعاطى المخدرات. الاجواء كانت الحمد لله، هذاك الشيء جبناه من عندنا، ما عاوننا حتى شي واحد، ما جا شي واحد اللي وقف معنا ولا هادي، كلفنا راسنا على راسنا، ومن 9 ديال الصباح وحنايا خدامين، واش نقول لك اخويا، اللهم لك الحمد. احنا اهم حاجه عندنا هو النظام يدوز هذاك الشيء في سلام وفي روح رياضيه بين الفريقين.